مفيش حد من حقه يتكلم باسم الثوره، لا صفوت حجازي ولا غير صفوت حجازي. 100 100. انت محدش بيتكلم باسم الثوره. الثوره دي من غير قائد شعب، من غير زعيم، ربنا. دي ثوره صنعها الله عز وجل. خلاص ثوره من عند ربنا. محمد عواد اللي يقول ان انا مجتمع علشان بتكلم باسم الثوره كذاب. تمام، كذاب كذاب. وبعت له رساله مصر عماله برقبتك يا استاذ التحرير وعبر محطه مصر للناس دي، تقول لهم ايه؟ بقول اي حد ينقل كلام على لساني كذاب. انا الكلام اللي عاوز اقوله هقوله للدنيا كلها، هقوله للدنيا كلها. مفيش حد من حقه يتكلم باسم الثوره. انا مالي ومال، هو مين انا علشان احدد مصير الاعتصام؟ مين فينا في حد في التحرير في يملك المقدره على انه يتحكم في التحرير؟ لا. التحرير بتاع شعب مصر، التحرير بتاع مصر كلها، مش بتاع حد، مش بتاع حد. اللي عاوز يعتصم يعتصم، اللي عاوز يعتصم يعتصم، واللي عاوز يمشي يمشي. حريه الاعتصام مكفوله للجميع بشرط، بشرط، بشرط عدم الاضرار بمرافق البلد وعدم تخوين الاخرين، وعدم تخوين. اللي عاوز يمشي يمشي، هو حر. انت هتعتصم يا دكتور، يا دكتور، يا شيخ صفوت، هل انت من المعتصمين؟ يا دكتور صفوت، لا انا مش معتصم. يا دكتور صفوت، انا موجود في الارض. يا دكتور صفوت، يا اخي مش اجتماعي، انا قاعد مع اصحابي. استاذنكم في الجامع يا دكتور. الارض دي ارض الاحرار، واللي قاعد هنا هات الراجل. طيب ماشي، اللي قاعد هنا اهوت لف لي بس كده عشان انت ماشي. اتكلم وانت يا دكتور صفوت. اشرف مصر، اشرف مصر، اشرف مصر، اشرف مصر، اشرف مصر. دكتور صفوت، دكتور صفوت، ثواني للرجاله قوي. ثواني التحرير يا شيخ صفوت. دكتور كله هنا مقدس. انا الثوره، انا الحريه، انا انجيل جنب القران، انا الشهيد وانا الميدان، انا اللي صوتي في كل مكان. انا الثوره، انا الحريه، انا انجيل جنب القران، انا الشهيد وانا الميدان، انا اللي صوتي في كل مكان، انا اللي صوتي في كل مكان، انا اللي صوتي في كل مكان. أنا المواطن، أنا المسلم، أنا المسيحي، أنا المصري. أنا المواطن، أنا المسلم، أنا المسيحي، أنا المصري. أنا الكنيسة وأنا الأذان، أنا اللي حر في كل مكان. أنا الكنيسة وأنا الأذان، أنا اللي حر في كل مكان. أنا المصري. الحكاية بدأت بالشباب، وطبيعي إن إحنا لما نكون في ميدان التحرير نختم بالشباب، لان في النهاية اللي عدل البلد دي الشباب، واللي هيستلمها في الايام اللي جاية شاء من شاء وابى من ابى. الادوار بتنتهي لان العمر بينتهي، ودي طبيعة البشر. اللي هيستلمها الشباب. محمد عواد، اهلا وسهلا بيك. بيك محمد عواد، مرسك العام للعدالة والحرية. اهلا وسهلا بيك. أهلا. محمد حسن، الله يخليك يا فندم. شريف عبد المنعم، اسم شهير جدا، وانت كمان شهير قوي في الميدان. ما يخليك يا فندم. شريف عبد المنعم، عدالة والحرية. اهلا بيك محمد. الدنيا رايحة لفين النهاردة؟ شرف بيحاول يسارع الوقت يعمل وزارة جديدة. فتحوا، بدأوا يصوروا. صورنا سامح فهمي في المحاكمة. شايف ايه اللي اتحقق وايه اللي الناس كلها منتظرة؟ انا شايف ان الاعتصام ده كان ليه فضل كبير قوي في كل الصلاحيات اللي خدها دكتور عصام شرف بعد سكوت ست اشهر. شايفين ان الوزارة اللي بتشكل بكرة تميل شوية للفكر الليبرالي. احنا بنقول ان دي ثورة قام بيها الشعب المصري، قام بيها الفقراء في مصر اللي بيعانوا من البطالة، اللي بيعانوا من العدالة الاجتماعية. شايفين ان الاعتصام ده ليه مطالب واضحة وصريحة، اهمها المحاكمات العلنية، اهمها العدالة الاجتماعية. من ضمن اهمتها ان الوزارة الجديدة تحاول تعالج اخطاء الوزارة السابقة. محمد، الناس واضح ان عندها لسه نفس طويل، يعني انا احساسي وانا من ساعة ما دخلت الميدان الناس لسه نفسها مستمر، فتخيل لحد امتى؟ والله لغاية ما نلاقي الحرية والعدالة الاجتماعية الصح اللي هي في البلد، اللي احنا مش لاقيينها كشباب، مش لاقيينها. انا نزلت هنا الميدان، اشتغلت سيستم في الميدان، واول مرة في حياتي اشتغل سيستم سماعات في الميدان بمساعدة الشباب معايا. انا ما كنتش متخيل ان انا انزل واتعلم اي شغل تاني غير شغلي، يعني انا شغلي هندسة، اتعلمت السيستم في الميدان وشايل الميدان كله كسيستم زي ما حضرتك شايف. شريف، امتى هتمسك المايك وتقول للناس نقدر نروح؟
محتاجين نروح لما يتحقق ايه بالظبط بعيدا عن عن العناوين الكبيره، طلبات حقيقيه ايه اللي هتتحقق على وجه الارض تقدر انت تخاطب الناس بقلب واثق وتقول لهم يلا يا جماعه نروح. رجوع حق الشهداء، محاكمه رموز الفساد، ورجوع حق الشهداء ومحاكمه عادله، قصاص عادل، نراجع حق الشهداء اولا، وبعد كده نجيب الناس اللي احنا عاوزينها، نبتدي من هنا نقول احنا نقدر نروح ونشوف هنعمل ايه بعد كده، ونختار اللي احنا عاوزينه وينفذ لنا مطالبنا اللي لحد لهذا اللحظه ما اتنفذتش، اللي هو كل بس نظامه سقط فقط لا غير، لكن لسه الناس بتاخد براءات في بعض القواضي، الضباط قتلوا وخدوا براءه، بل لسه في الناس نزلت الخدمه بتاعتها، طبعا ده عامل مشاكل جامده للناس، حاسين لسه مفيش امل والناس براحتها عايشه وحاسين مفيش لسه جديد، ولكن الثوره لسه زي ما احنا شايفين النهارده ناس لسه في روح وفي امل، واحنا صامدون للاخر لحد ما كل مطالبنا تتحقق بشكل عام مش بشكل خاص. وبعد ذلك احنا عاوزين يعني وبعد ذلك احنا عاوزين شايفين الناس هنا كلها لسه بتطالب بحاجات تانية كثيرة، رموز الفساد ما حكموش، المجلس العسكري لسه ما فيش أي حاجة اتحققت منه ولا ناس غيرت، دكتور عصام شرف لسه مذبذب في اختياراته، بيجيب ناس احنا مش عاوزينها مع ان حريته المطلقة كانت من ميدان التحرير، ولكن ولا بد يجيب ناس احنا عاوزينها، ولو مش قادر على ده احنا نقول له اتفضل مشكورا، واحنا نجيب حد تاني كفء عن كده ونكمل مكانه مسيرة، نقول له شكرا ميرسي ليك اللي انت عملته الفترة اللي فاتت. متهيألي محمد مش شايف ان المجلس العسكري لازم يكون في ظهر البلد دي لحد ما يوصلها لخط الامان؟ الكلام بيبقى يعني صعب قوي في ظل ان ما فيش شرطه، او الشرطه بتقومش بدورها، يعني ما يبقاش شرطه ولا جيش، الحياه تمشي ازاي؟ انا بكلمك بالبلدي، يعني يزعل من يزعل ويتكلم يتكلم، بتكلم عن مصلحه بلدي ان محتاجه حد يحميها. يعني الشرطه ما تقومش بدورها فيجب المجلس العسكري ان يقوم بدوره. المجلس العسكري من البدايه طلع وتبنى مطالب الثورة المصرية الرقم واحد وعزم للشهداء، ولكن ما حدث بعد كده يخالف هذا التعظيم لدول، يعني نوع من تعديل المسار مثلا. يعني احنا عايزين المجلس العسكري يعمل بالفعل من أجل الشهداء المصريين ومن أجل الحريات في مصر، عايزين المجلس العسكري يعمل من أجل الشعب المصري ومن أجل الحفاظ على مصر. احنا أكتر ناس بنطالب أن المجلس العسكري يعود إلى قواعده سليما ويترك الدولة دولة مدنية في أقرب وقت، ولكن في الوقت الحالي بعد الخطاب الأخير من اللواء الفنجاري احنا مش عساكر عنده، احنا ثوار والثورة لها مطالب، وعلى المجلس العسكري أن يلتزم بمطالب الثورة، على الدكتور عصام شرف أن يلتزم ايضا بمطالب الثوره. انا عايز بس اكد على فكره ما نقدرش ناخد خطاب مش دفاعا عن حد، ويمكن انتوا عارفيني والله، يعني ما نقدرش ناخده ان هو الراجل اتنرفز يوم اتنرفز زي ما نكون واحد، يعني النهارده احنا انا ما اتنرفزت يعني من كل الضغط، حضرتك بتتنرفز ممكن اتنرفز بغلطه في اليوم دي فنبنيش عليها حاجات اكتر. هو رجل عسكري واحنا نعلم ان العسكريه في مصر لها وضع خاص، عليه ان يخرج ويعتذر للشعب المصري على هذه اللهجه. الشعب المصري ده ضحى بدم، الشعب المصري ده ما بيطلبش اكتر من حقه. اللي انا عايز اكد عليه اني على الوزاره الجديده ان تضع برنامج وجدول زمني لتنفيذ مطالب الثوره. في هذا الوقت تحديدا نقدر نحل اعتصامنا ونعود مع اول معاد. اول حاجه مثمره جدول زمني، تطالب بجدول زمني، اعتقد الجدول الزمني حاجه محترمه جدا، ناخد جدول، طول ما الجدول بيتنفذ احنا ماشيين. طبعا انا بدور على حل يا جماعه، هو 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 لو المجلس العسكري قال ان انا مثلا هعمل كذا في مده كذا، الشعب طبعا هيستقبل لكلامه، هيستقبل للكلام، لكن هو ايه في مدى وفي اهمال ولسه في فساد في البلد. انا عايز اقول تحديد الصلاحيات، يحددوا لنا ايه هي صلاحيات المجلس العسكري، يقول انا بحكم، يقول انا ما بحكمش، يقول انا صلاحياتي 1 2 3، يحددوا لنا صلاحيات حكومه الدكتور عصام شرف. جميل جدا، انا واصل لنقطتين، تحديد صلاحيات وجدول زمني، اعتقد ان دول حاجتين نقدر نبني عليهم، ايه رايك؟ طبعا نبني عليهم، ومن هنا هنبتدي هنشوف المستقبل والخطه الجايه، يعني نشتغل بعد كده على المدى البعيد، احنا عاوزين اساسيات وحاجات منطقيه، يكون الشعب المصري يعمل فيما بعد، الاجيال واجيال واجيال، الناس خلاص احنا عاوزين الجديد بقى، عاوزين نمشي على خطه مستقبليه قادمه تكون تمشي مسار الشعب او الاجيال اللي جايه كلها، يبقى حتى لو جدول زمني او ايا كان المجلس العسكري يدينا حاجات نمشي عليها بقى المدى البعيد، مش كل يوم هنبقى نعمل ثوره طبعا. مش كل ما نعمل، مش كل ما نحتاج، احنا عاوزين نبقى خلاص نوصل لحاجه اللي هو ايه ستوب لحد كده، السفينه ماشيه واحنا ماشيين معاها والنظام ماشي والعجله ماشيه زي ما بيقولوا ونبتدي.
نبتدي نمشي زي ما احنا عايزين نبني مصر. دي احلى جمله نختم بيها اليوم ده، نبني مصر. نبني مصر ان شاء الله. ان شاء الله يا محمد نبني مصر. بشكرك شكرا. ان شاء الله نبنيها بالخير ان شاء الله، ان شاء الله نبني المستقبل اكتر ان شاء الله. اذا البنى والمستقبل هو ده الطلب، جدول زمني وتحديد صلاحيات هي مطالب نراها من الممكن تطبيقها على ارض الواقع. خليكم دايما فاكرين بمشيئه الله ان محطه مصر هتفضل زي ما عودناكم باذن ربنا. سكتنا ليكم، الى اللقاء. مصر كلها قوم يا مصر وشد الحيل شد الحيل، واحنا عارفين مصر لما يطول الليل طول الليل. مصر كلها قوم يا مصر وشد الحيل شد الحيل، واحنا عارفين مصر لما يطول الليل طول الليل. مصر في الشارع بتهتف، مصر في الشارع تنادي، مصر في الشارع بتنزف، مصر في الشارع تغني مدوم. يا سيد درويش وتشوف أحفادك يغنوا بلادي 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 بلادي، لك حبي وفؤادي بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي. سمعينا النشيد اللي داير من ملايين الحناجر، سمعينا النشيد اللي داير من ملايين الحناجر. والصبور انت حول لثار، مش حيرضى بغير مصر حر. نشكركم على حسن تعاونكم معنا في ميدان التحرير في هنا الشرعيه من الميدان من شعب مصر. لكن احنا ظروفنا دلوقتي صعبه، انا دلوقتي معايا بنتي يتيمه، جوزي مات بقاله سنه ونص، فدلوقتي انا عليا 3 سنين ايجار مش قادره ادفعهم، معايا والدتي مشغوله في البيت عندها جلطه. طلباتك ايه؟ طلباتي ان انا عايزه اسد بس حد يسد لي الايجار اللي عليا عشان العيله دي تتربى مش اكتر. ايجاري 25 جنيه في الشقه في المساكن، ما اعرفش حسابها بقى انت حضرتك. بقول من زمان عامل حارسنا، من زمان عامل حمينا، وانت من قلبك بيعنا وبتسمصر علينا. ما ترد يا حارسنا علمنا فهمنا، هو احنا اخطأنا ولا احنا اعتدينا؟ لو كنا اخطأنا نرد غلطتنا ونطهر ايدينا ونرضى بنصيبنا والمكتوب علينا، وتبقى بجميلة ونحفظها في عينينا وتريك يا عيني علينا. سامع ومش سامع، شايف ومش شايف، عارف ومش عارف، سفهت احلامنا حطمت امانينا، هو احنا اذنبنا ولا احنا اعتدينا؟ ما ترد يا حارسنا، ما ترد يا حمينا. بلادي بلادي. سبعتاز سبعتاز دقيقة بس من فضلك يا سماح، دقيقة بس يا سماح، اطلع سبعتاز اهدينا كده يا سماح. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. لو عايزني هنزل انزل 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 انزل. الثورة قامت عشان الديمقراطية، لازم تسمع كلامهم بقى. أنا بشكركم، ما عنديش حاجة أقولها غير إن ربنا يكرمنا والله، وما بعرفش أتكلم في المايك، والله ما بعرف أتكلم في المايك. ربنا يكرم مصر وإن شاء الله كل المطالب عادلة. وإحنا جينا النهاردة عشان نقابل البلطجية ولقينا الدنيا مليانة بلطجية الحمد لله، وربنا يزيد البلطجية كمان وكمان. ربنا يبارك لكم واحنا خدامينكم طول الوقت. بشكركم شكرا جزيلا. مصر انت اغلى در فوق جبين. البرنامج بتاع حضرتك عشان خاطر البرنامج بتاع حضرتك قوي جدا، كل الشعب المصري بيحبوك، كل الشعب المصري بيسمعوك، مفيش حد مختلف في مصر غيري انا معاك، لان قضيه الوباء الكبدي فيروس في مصر قضيه وطنيه مهمه جدا رقم واحد. والله والله عايز اقول لك، من كتر ما
لما الواحد بيتكلم على البلاوي اللي هم حطوها فينا قعدوا يقولوا لنا انتوا ما لكوش غير الماضي، ما بتتكلموش غير الماضي، كلموا في الحاضر والمستقبل. والراجل ده بيتكلم في المستقبل. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. مصر يما يا بهية، 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 مصر يما يا بهية. وبهية نزلت عالشارع نزلت بعد سكتها سنين بالقهر ومن المواجع. مصر يما يا بهية، وبهية نزلت عالشارع نزلت بعد سكتها سنين من القهر ومن المواجع. وبهية هي الطلبة جايين من الجامعات، وبهية الفلاحين من خلف الغيطان جايين، وبهية هي الطلبة جايين من الجامعات، وبهية الفلاحين من خلف الغيطان جايين، وبهية العمال، بهية الجنود، بهية العمال، بهية الجنود. واه يا عبد الودود. مصر يما يا بهية، وبهية نزلت عالشارع نزلت بعد سكتها سنين من القهر ومن المواجع. مصر يما يا بهية، وبهية نزلت عالشارع نزلت بعد سكتها سنين من القهر ومن المواجع. وبهية هي الطلبة جايين من الجامعات، وبهية الفلاحين من خلف الغيطان جايين، وبهية هي الطلبة جايين من الجامعات، وبهية الفلاحين من خلف الغيطان جايين، وبهية العمال، بهية الجنود، وبهية العمال.